أشهر القاتلات التي عرفهن التاريخ. استهدف بعضهن زعماء وقادة بارزين، واستهدف البعض الآخر حتى المسيح الدجال. دوافعهن كانت مختلفة وكذلك أساليبهن، فمنهن من فضلت استخدام السم الممزوج بالشراب، ومنهن من كانت أكثر جرأة فاستلت سكينا أو مسدسا لتزهق روح ضحيتها. كللت جهود بعضهن بالنجاح وفشل طبعا البعض الآخر. وعن قصص أشهر القاتلات في التاريخ سيكون هذا التقرير من قناة منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. البداية ستكون مع مارسيا المحظية التي قتلت إمبراطورا، حيث تدين روما لعشيقة الإمبراطور مارسيا بأن خلصتها من واحد من أكثر الأباطرة وحشية في تاريخ روما. كانت الإمبراطورية في حالة من الاستقرار والازدهار اللذين استمر قرابة 8 عقود، وذلك إلى أن اعتلى كومودوس العرش. ولقد سبق وأن خصصنا تقريرا عن هذا الإمبراطور الغريب، حيث كرس فترة حكمه لإشباع رغباته الخاصة مستفيدا من سلطاته المطلقة. كان كومودوس من هواة المصارعة، وكان يعشق قتل المصارعين، كما كان أيضا يكره الضعاف، فأمر مرة بقتل كل ذوي الإعاقة في المملكة. ليس ذلك فقط، فلقد أمر مرة بقتل 100 أسد، وأمر في مرة أخرى بقتل 100 نمر. وهكذا فلقد أزهقت العديد من الأرواح في عهد كومودوس الذي غير اسم روما لتصبح مستعمرة كومودوس، فتدهور بذلك اقتصاد البلاد، وذاق الناس ذرعا بتصرفات حاكمهم الطائش. وفي نهاية المطاف تجرأت مارسيا عشيقته ووضعت له السم في الخمر، إلا أن كومودوس استفرغ معظم مشاربه، وذلك ما جعل عشيقته مارسيا تتفق مع بعض رجاله، وذلك بالاستعانة بأحد المصارعين العتاد الذي قتل الإمبراطور خنقا، مستغلا طبعا مرضه بفعل السم. نمر إلى قاتلة أخرى خلدها التاريخ، وهي خيونيا جوزيفا التي قامت بمحاولة فاشلة لقتل المسيح الدجال. لا تستغرب كثيرا، فالمقصود هو راسبوتين الدجال الروسي الذي كان مستشارا للقيصر نيكولا الثاني، ولقد حكت عنه العديد من الأساطير، أبرزها أنه مشعوذ لا يموت أبدا، حيث أنه نجا عدة مرات من موت محتم. من ناحية أخرى، روج راسبوتين لنفسه على أنه قديس، كما ادعى أيضا امتلاكه لقدرات خارقة، لكن على الرغم من ذلك فلقد ظل البعض ينظر إليه على أنه مجرد مسيح دجال، ومن بين أولئك قروية بسيطة تدعى خيونا جوسيفا. وذات مرة عندما كان راسبوتين في زيارة لعائلته في أحد الأيام سنة 1914، تبعته خيونيا وضربته بسكين في بطنه وبدأت تصرخ قائلة: لقد قتلت المسيح الدجال. إلا أنها في الحقيقة لم تفعل ذلك، فلقد نجا راسبوتين من هذه المحاولة أيضا، بينما أصيبت قاتلته بالجنون. نمر إلى امرأة أخرى صنفت كواحدة من أشهر القتلة في التاريخ، وهي فيوليت جيبسون التي كانت مهووسة بقتل موسوليني. ولدت فيوليت لأسرة نبيلة، وكان والدها هو المستشار الأعلى لدولة إيرلندا بين سنتي 1885 و1905، ولذلك فلقد دخلت فيوليت بلاط الملكة فيكتوريا وهي في سن 18. وإثر وفاة شقيقها دخلت فيوليت في مرحلة حزن شديد، وتعرضت لنوبات من الهستيريا، فأصيبت بعد ذلك بانهيار عصبي سنة 1922، ودخلت مصحة عقلية ليعلن بعد ذلك على أنها قد أصبحت مجنونة تماما، ويتم نقلها إلى دير روماني. ولقد كانت فيوليت مهووسة بأفكار الاستشهاد، مقتنعة بأن الله أرادها أن تقتل أحدا. وصل بها الأمر إلى درجة أن أطلقت النار على صدرها، إلا أنها لم تموت، لتصبح بعد ذلك مهووسة بفكرة قتل موسوليني. وفي 7 أبريل سنة 1926، رأى المارة امرأة مسنة ترتدي ملابس داكنة متوجهة إلى المكان الذي كان يلقي فيه موسوليني خطابا عن الطب الحديث، إلا أن الجميع فوجئوا آنذاك بأن تلك المسنة تحمل مسدسا، ولقد أطلقت منه رصاصتين كانت الأولى قريبة من أنفه، فيما أخطأته الثانية.
الدنيا، إلا أن موسوليني لم يبالي على الإطلاق بتلك المحاولة الفاشلة. وطبعا فلقد تم القبض على فيوليت التي تم تشخيص حالتها بأنها كانت مصابة بالجنون، وتمت إعادتها إلى إنجلترا حيث توفيت سنة 1956. نمر إلى قاتلة أخرى في أقصى الشرق وهي شو جيان كياو، والتي يعني اسمها حرفيا حامل السيف، حيث أنه وبعد أن سقطت أسرة تشينغ سنة 1911 تولى أمراء الحرب المحليون السلطة، وكان والد هذه الفتاة ملازما في تلك الحروب وتم أسره وإعدامه سنة 1925. ولقد كانت وفاته من قبل أحد أمراء الحرب المنافسين له وهو سون تشوان فانغ. ولقد تعهدت تشوغولان البالغة من العمر 20 عاما بالانتقام لوالدها، وتشوغولان هو الاسم الذي ولدت به هذه المرأة التي أصبحت فيما بعد تعرف بجين كياو. المهم فلقد تابعت هذه الابنة تحركات قاتل والدها، وذلك إلى أن تقاعد سنة 1931. ولقد استطاعت جولان الحصول على انتقامها في 13 من نوفمبر سنة 1935، إذ أطلقت النار على قاتل لوالدها 3 مرات في رأسه وظهره. والمثير للاهتمام في هذه القصة أن هذه الفتاة لم تهرب، بل أعلنت للجميع أنها انتقمت لوالدها. وبعد محاكمة طويلة تم العفو عن جولان سنة 1936، حيث جادل الدفاع بأن جولان لم تكن تحمل الضغينة لأحد وإنما انتقمت لوالدها، وذلك بدافع حبها له واحتراما للتقاليد. وأما القاتلة الأخيرة التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو فهي شارلوت كورداي التي قتلت الشهيد، حيث أنه من أبرز القصص التي خلدتها الثورة الفرنسية، قصة موت جون بول مارا الذي اعتبر شهيدا وحظي بتكريم بعد مماته لم يكن ليحلم به في حياته، وذلك لتعطشه للدماء. كان جون بول مارا يحتل مكانة قوية في صفوف الثوار الفرنسيين، إلا أنه كان أكثرهم تطرفا ودعا إلى السقوط الكامل للأرستقراطية مهما كلف الأمر. ولقد حارب مارا حزب جيرونديون وهو حزب سياسي نشأ أثناء الثورة الفرنسية، يؤمن أفراده الجمهوريون بأهمية الملكية الخاصة ويعادون طبعا بذلك فكرة مارا الداعي للديكتاتورية، إلا أن الأخير طاردهم وقطع رؤوسهم فاتحا الباب لفترة من الإرهاب الدموي سادت فرنسا سنة 1792. وأما قاتلته شارلوت كورداي فلقد ولدت في عائلة أرستقراطية، ولقد تعاطفت مع قضية الجيرونديون وأصبحت تكره كل ما دافع عنه مارا، وقررت تخليص العالم منه إلى الأبد. سافرت شارلوت إلى باريس وتمكنت من التماس مقابلة مع مارا، مدعية بأنها ستزوده بقائمة تحتوي أسماء الجيرونديون. وكان مارا أنذاك مصابا بمرض جلدي جعله لا يشعر بالراحة إلا بالاستلقاء في حوض من الماء الدافئ، وعندما قابلته شارلوت كان مستلقيا في حمامه، فسحبت سكينا من صدرها وطعنته في صدره، وذلك ما أدى إلى مقتله على الفور. إلا أن شارلوت مثل سابقتها لم تهرب وسلمت نفسها للشرطة وتم إعدامها بعد 4 أيام. وهكذا أعزائي نكون قد استعرضنا لكم أشهر قاتلات عرفهن التاريخ، ويمكن بأن نتفق بأن دوافعهن كانت مختلفة وكذلك أساليبهن، إلا أنهن اجتمعن في كونهن أشهر قاتلات عرفهن التاريخ. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.